نذكروا فريد يقول مثل كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نعطيو الناس واحد نص مثل مغربي شعبي قح ويكملوا لنا النص الاخر. المثل كيقول نوض وتشطح اشنو دارت؟ الا بغيتوا تعرفوا اشنو دارت خليكم معنا بكل تواضع. نوض وتشطح مشات لدارهم. واش درت؟ اش درت؟ ها؟ اش درت؟ يمكن درتها بصح واقيلا. درتها بصح؟ اه. ما عمرك نوضوا كنت في شي عرس وتا درتها بصح؟ لا الحمد لله ناشط بخير الله يلا بخير. صافي كتنوض كيبدا الموسيقى كتنوض تشطح. لا ماشي تنوض الموسيقى عندنا في العائله حنايا عندنا واحد الكلوميوش ضحك النشاط بخير على كل شيء وديما ناشطين الحمد لله في هذا المغرب ان شاء الله. ديما ناشط؟ دايما ناشط الحمد لله. واش عزيز عليك الشعبي؟ انا من اي كل فني طرف. والو. ماشي والو اي من كل فني طرف. هو تشطح درتها بصح. درتها بصح. آه. عمرك نوضتي شي وحده تشطح وبقات شاده قرجه؟ ضروري ضروري. وقعت لك في شي عرس؟ وقعت لي في واحد العرس. عمرك انت تشطح حتى وشديتيها قرجه؟ اه ديما صح بكل تواضع. بكل تواضع سالوا الجروب وانت ما ساليتي. اخويا هذاك الشيء اللي كاين. كتقول الحقيقه؟ ديما الحقيقه ما كاينش كذوب. نوض وتشطح دارتها بصح. ما عمرها وقعت لك في عرس نوضتي شي وحده وبدات ما والو الجروب سالا وهي ما سالاتش؟ واش غادي نقول لك بحكم انني شويه عندي كنعزف على الات الوتار يعني كاين شي لحظات اللي كيكونوا بحال هكا كتبغي شي وحده تضحك شويه كتعود راه اخ فنان تبارك الله عليها وصافي الله يعطيها الصحه. الاخ فنان انت شويه الحمد لله كتعزف على الوتار؟ شويه ايه كنعزف على الوتار ايه. عمرك تتنوض وقت تشطح درتيها بصح؟ بطبيعه الحال بطبيعه الحال شي كي راه كاين بعض اللحظات. يلا شي موال عليها تنوض وتشطح ودرتها بصح؟ شي موال عليها؟ خليني تركوا على لا موال عليها بدي نوض وتشطح ودرتها بصح. هذا ديروا موال. ماشي مشكل ان شاء الله غيكون تحيه للجمهور الكريم في مكان وان شاء الله غيكون الجديد ان شاء الله ومرحبا. وحنا ما سولناش على الجديد سولناك على الموال. الموال ان شاء الله مره اخرى. صافي ما عندكش الصوت؟ لا ما كاينش الصوت. عطيتي لشي واحد تحيه. نوض وتشطح ما عرفتش اش دارتها؟ دارتها مولاتها. دارتها مولاتها. نوض وتشطح دارتها بصح. دارتها بصح. ما عمر شي وحده صاحبتك نوضتها في شي عرس تشطح وبقات كتشطح ما بغاتش تبرك؟ اه. شي وحده؟ اه. واش تقولي لها من هذا المنبر؟ سلمى. مال سلمى؟ كنت ناضي تشطح واحد العرس وما بغاتش تجلس. وانت ما عمرها طرات لك انت تشطحي؟ ما عرفتش نشطح وعمرني ما نوضت نشطح في شي عرس. والو كاع؟ والو. بكل تواضع. إلا كان الراي. تشطحي عليه؟ لا ولا شي. كان الشعبي؟ لا. والو. لا والو. عندك مع الراي؟ اه. هذا راي الراي ديالك؟ بكل تواضع. بكل تواضع. السلام عليكم. وعليكم السلام. شريفه اسمحي لنا وقفناك بغينا نسولو. ماشي مشكله سيدي. نعطيك واحد نص مثال شعبي قح وتكملي النص الاخر. يا سيدي. نوضوا وتشطح. درتها بصح. ما عمرك مشيتي لشي عرس وقال لك نوضي تشطحي وتديرها بصح؟ لا كنوض بلا ما يقولها لي. والو هذا ما كيتفاك. كتسمعي الشعبي كتنوض. واش غنديروا الانسان خصو مره يبدل الجو خصوصا مع كورونا ومع هذا الشيء راه الانسان ولا تيقلب على المتنفس. ما عمرك قلتي شي وحده نوضي تشطح وبقات شاده قرجه؟ ما صلحقش لان الانسان ملي مشى للعرس مشى باش يصح. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي.